لأنك الله إنما بيننا وبين الله تعالى ليست مسافات تقطع، ولكن ما بيننا وبين الله تعالى هي حجب ترفع، وحينئذ كأنك ترى. شعائر الله، بنهتم بالشعائر ليه؟ خد بالك ان كلمة شعائر هي جمع مفردها شعيرة، ومش كل الدين شعائر. هي الشعيرة تشترط ان هي تبقى هي الامور الظاهرة، الامور الظاهرة البارزة زي الكعبة مثلا. كعبة من شعائر الاسلام، صلاة الجمعة من شعائر الاسلام، الاذان من شعائر الاسلام. طب ليه بنهتم بتعظيم الشعائر؟ لأن تعظيم الشعائر، ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر بيزود الإيمان في القلب مباشرة، والقلب هو سيد الجوارح. فلو القلب اتصلح وبقى فيه تقوى، الجوارح هتتصلح وهيبقى فيها استقامة. فالاهتمام بالشعائر هنا أهميته أن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى بيعمل هذا الأثر في القلب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طب إيه الشعيرة اللي معانا النهاردة؟ لا، ده مش بيكلم على شعيرة معانا النهاردة، احنا بنتكلم على أكتر شعيرة متكررة في الدين. أكتر شعيرة متكررة في الدين الأذان، شعيرة الأذان. الأذان اللي هو لما التليفون بيرن بقلبه كده، هو ده الأذان اللي هو ببقى أنا ماشي بعمل التليفون كده ولاقي المؤذن أو مباعد، هو ده الأذان. أكتر شعيرة متكررة في الدين، هو ده الأذان اللي أكتر شعيرة متكررة في الدين. أنت هتتفاجئ لما تعرف إن الكون كله لما بيسمع الأذان بينفعل، الكون بينفعل بيه. سيدنا أبو سعيد الخدري بينصح أحد الصحابة بيقول له: إنك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء. اسمع بقى بيقولوا كده ليه؟ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. سيدنا أبو سعيد الخدري بيعلق آخر حديث يقول: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكون كله بينفعل وبيشهد للمؤذن وبيشهد انه سمع الفاظ الاذان. الكون كله بينفعل، ده مش بس الكون ده، حتى الارواح الخبيثه بتنفعل مع الاذان. اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان وله ضراط، ضراط يعني صوت خروج الريح. تخيل لما بيسمع الاذان بيفر فرارا مشينا بمنظر فظيع، بطنه بتلعب وتكركب مش عايز يسمع. إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل. طب هو رجع ليه؟ هتعرف في الحديث. أقبل، فإذا قضي النداء أقبل، فإذا ثوب للصلاة، ثوب للصلاة يعني إقامة الصلاة، لو حصل إقامة للصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل. جاي ليه بقى؟ جاي للشيطان. قال: حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا. انت عارف بتصلي، اذكر كذا مما لا يذكر الرجل من قبل. الله، ده ما بيلعبش بقى، يعني هو جاي يفسد عليك صلاتك، اللي هو عارف ان الصلاة دي بداية طريق صلاحك انت، اللي هي بتبتدي اصلا بتعظيم شعيرة الاذان. انت متخيل الكون كله بينفعل وانا لما اسمع الاذان ما انفعلش؟ طب هل انت متوقع ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمنا من اجر زي ده؟ مش هيقول لك ازاي تنفعل بالاذان؟ حاشاه حاشاه، بلغك
وقال طب كيف أنفعل بالأذان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. أدي أول حاجة، فقولوا مثلما يقول. وبعدين قال ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. يا سلام، أنا لسه قاعد، ده أنا بسمع ولسه قاعد، أنا ما اتحركتش. قال ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وهو لها صلى الله عليه وسلم، وهو هو بس أشوف الأجر. وأرجو أن أكون أنا هو، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. اللي هو التليفون اللي في إيدك ده، أنت مش ضامن أنه يجيب لك الشفاعة، وترديدك الأذان بموعود النبي صلى الله عليه وسلم حلت له الشفاعة. اللي هو شغلك اللي أنت مشغول بيه ده، مش ضامن أنه يجيب لك الشفاعة، لكن ترديدك الأذان وسؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم قال حلت له الشفاعة. تقول إيه علشان تسأل الله سبحانه وتعالى الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. اللي هي موجودة لما تبقى أنت تتفرج على التلفزيون ويجي الأذان، أنت بتعمله ميوت صح؟ بتفصل الصوت، بتقوم تغير، تقوم تعمل حاجة. لما الأذان بيجي يفصلوا هم الحاجة اللي أنت تتفرج عليها ويجي الأذان، تيجي تفتح تلاقي الدعاء ده صح؟ الدعاء ده أنت لو قلته حلت له الشفاعة. الشفاعة دي الشفاعة الخاصة، دي مش الشفاعة العامة. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعتان، شفاعة عامة يوم القيامة حتى يبدأ الله سبحانه وتعالى الحساب، دي عامة دي لكل المخلوقات كل البشر، وفي شفاعة خاصة لفلان ابن فلان لما كان يفعل في الدنيا، دي الشفاعة الخاصة، دي الشفاعة الخاصة. أنت ضمنت الشفاعة الخاصة، أنت ضمنت الشفاعة الخاصة. فلما تسمع النداء تقول قولوا كما يقول المؤذن، فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي، ثم سألوا الله لي الوسيلة. وبعدين وإيه هو الانفعال الثاني؟ من قال حين سمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. أنا لسه ما اتحركتش مكاني، لا قمت ولا توضيت ولا رحت الجامع ولا صليت ولا أي حاجة، مغفرة ذنوب وشفاعة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، معقولة كل الأجر ده؟ فلو أنت عايز فعلا تبتدي طريق الاستقامة وتبتدي تهيئ نفسك تماما لحاجة زي كده، اجعل الأذان فاصل للي قبليه واللي بعديه. وعادي جدا معاك تليفون، لو سمحت هكرر الأذان وارجع لك تاني، عادي جدا، أقسم بالله عادية جدا، وبكرة يتعودوا عليها وبكرة يعملوها. معلش أنا في لجنة صح؟ مش بتقول كده؟ يوم يقفل، طب سلام صح؟ تمام، معلش الأذان هيدن، هكرر الأذان وارجع أكلمك تاني. شفاعة حبيبي، ضمان الشفاعة، مغفرة الذنوب يا حبيبي، مغفرة الذنوب، رضا الله سبحانه وتعالى، ده أولى بكتير وأهم بكتير. وحيحصل تغير نوعي في قلبك في الصلاة اللي انت هتعمل فيها كده، تغير نوعي اللي بتعمل عملية تهيئة. كل ده في النداء. ولسه لما تعرف ألفاظ الأذان وجمال ألفاظ الأذان، هتكتشف إن الأذان ده معراج تصل به إلى الله سبحانه وتعالى. اوعى تفرط فيه. أقسم بالله لو وصلت للمرحلة دي هتلاقي نفسك حتى لو نمت وصحيت بعد ما الأذان أدن، هتلاقي نفسك بتقضيه، بتردد الأذان بينك وبين نفسك عشان تدعي للنبي صلى الله عليه وسلم، وعشان تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
خلي الأذان فاصل للي قبليه واللي بعديه، هتشوف من الخير ما لا يحصر ولا يخطر لك على بال. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامه. فاللهم فقهنا في الدين واجعلنا من العاملين. لأنك الله، إنما بيننا وبين الله تعالى ليست مسافات تقطع، ولكن ما بيننا وبين الله تعالى هي حجب ترفع. وحينئذ كأنك ترى. ولا